إقليم شرق المتوسط به أعلى معدلات انتشار السكري في العالم. 43 مليون شخص مصاب بالمرض في الإقليم، والرقم آخذ في التصاعد. إذن ما هو السكري؟ مرض مزمن يتسبب في زيادة مستويات السكر في الدم، قد يتسبب في شعور بالظمأ الشديد والإجهاد والجوع المستمر وكثرة التبول وفقدان الوزن وعدم وضوح الرؤية. إذا لم تتم السيطرة على السكري، قد يتسبب مع مرور الوقت في حدوث مضاعفات خطيرة، وقد يزيد السكري من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ويؤدي إلى العمى وبتر الأطراف السفلية والفشل الكلوي. والآن كيف لنا أن نقي أنفسنا من الإصابة بالسكري وأن نعالجه؟ المسؤولية مشتركة بين الحكومات والأفراد، فالحكومات مسؤولة عن زيادة الوعي الجماهيري حول خطر السكري، ومسؤولة عن إيجاد بيئات تمكن الناس من اتباع أنماط حياة صحية. كما يلزم على الأفراد الحفاظ على وزن الجسم عند مستوى صحي، وتناول أطعمة صحية، والانخراط في نشاط بدني منتظم. الأشخاص المصابون بالسكري يمكنهم أن ينعموا بحياة صحية ومثمرة. شريطة أن تشخص حالتهم في وقت مبكر، وأن تخضع حالتهم الصحية للتدبير العلاجي الملائم، ويمكن الاستعمال الأدوية والتدابير الخاصة بأنماط الحياة الصحية والمتابعة المنتظمة أن تبطئ وتيرة تفاقم المرض وتحد من تطور مضاعفاته. كل فرد له دور في هزيمة السكري. ليكن غذاؤك صحياً، كن نشيطاً، واهزم السكري.